بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الزملاء محامي مصر، الزميلات والزملاء الأعزاء من الوطن العربي وإفريقيا، أبنائي الأعزاء من شباب المحامين، تحياتي إليكم جميعا. كنا في الحلقة السابقة قد بدأنا الحديث عن سلسلة حلقات التطليق كأحد أركان دعاوى الأسرة الهامة، وقد نوهنا عن تناولها في عدة حلقات متصلة لأهمية وتشعب الموضوع ولتوضيح عناصره تحت المبدأ الأساسي الذي دائما ما نؤكد عليه، وهو بين قوسين لازم نفهم. الأول أنا أحب أقول رجعوا الحلقة السابقة حتى يمكنكم ربط الموضوعات. الحلقة السابقة بدأنا الحديث عن الطلاق والتطليق، هنبتدي سلسلة حلقات متصلة بتوضح التطليق كل حالة حسب أسبابها وحسب موضوعها. اليوم إن شاء الله سنبدأ حيث انتهينا في الحلقة السابقة في التطليق للزواج من أخرى، وذلك وفقا لما أكدت عليه المادة 11 مقرر بأنه لابد أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية. يعني الزوج قاعد قدام المأذون وهيكتب كتابه أو يعقد قرانه، أو قدام المأذون أو قدام الموثق، لابد أن يقر بحالته الاجتماعية. أعزب، مطلق، أرمل، متزوج، لازم يقر بحالته الاجتماعية. ولو كان الزوج متزوج بزوجة أو أكثر عليه أن يقر في وثيقة الزواج أمام المأذون أو أمام الموثق بالاسم الكامل والبيانات الكاملة للزوجة السابقة أو الزوجات السابقة وعناوينهم كما ينبغي، لأنه مسؤول عن هذه البيانات وعن صحة هذه البيانات. وده ليه بقى؟ لازم يعني يعمل محل إقامتهم واسمهم بالظبط زي ما هو في وثيقة الزواج بتاعتهم اللي هم زوجاته السابقين. ليه؟ عشان المأذون أو الموثق لابد له أن يخطر الزوجة السابقة أو الزوجات السابقة بالزواج الجديد في خلال 30 يوم من عقد قرانه. وده نوهنا عنه في الحلقة اللي فاتت، عشان كده بقول راجعوها. المأذون أو الموثق لابد أن يخطر الزوجة القديمة أو الزوجات القدام بالزواج الجديد. الزوجة السابقة لازم يخطرها بالزواج الجديد. ليه؟ لأن من حق الزوجة من تاريخ وصول الإخطار لها بالزواج، من تاريخ علمها بأن زوجها تزوج عليها، يحق لها أن تطلب التطليق للزواج من أخرى في خلال عام، أنا بقوله في خلال عام من تاريخ علمها بالزواج الجديد. عشان كده لازم الموثق أو المأذون يبقى عنده البيانات كافة عشان يستطيع اختار الزوجة القديمة بالزواج الجديد، عشان بيسري حقها سنة كاملة من حقها إنها تعترض فيها وتطلب التطليق لزواج زوجها بأخرى. وده ليه بقى؟ أو إيه السبب؟ يعني إحنا ماشي الشرع محلل أربعة، محلل أربعة، مثنى وثلاث ورباع. طيب ليه بتطلب التطليق؟ لأن في الحالة دي بتحس الزوجة اللي هي الزوجة السابقة بأن أصابها أضرار مادية ومعنوية جسيمة نتيجة تزوج زوجها عليها من زوجة أخرى، بحيث أن هذه الأضرار أحدثت لديها نفور من زوجها يستحيل معه العشرة. ده الكلام ده حتى لو هي في عقد الزواج ما اشترطتش عليه بكده. يعني في ناس بتشترط في عقد الزواج ان جوزها ما يتجوز عليه، ولا لو هو حتى اشترط في كده ولكن الاضرار النفسية الحالية ما كانتش ساعة العقد بتاعها او الاشتراط بتاعها، فحتى لو اشترط كده في العقد من حقها تطلب التطليق لزواجه من اخرى. فلما بيعرض الامر على المحكمة وبترفع الدعوة امام المحكمة،
طبعا بيتأتى الموضوع أمام القاضي، فبيحاول القاضي الإصلاح بينهم والتوفيق بينهم، ويحاول إرضائها بأن هي تصطلح وتعيش مع جوزها في حالة وجود الزوجة الثانية وترضى بالوضع القائم. ولكن إذا رفضت أو إذا شعرت بأن هذه الحالة ضر بها ماديا ومعنويا ونفسيا، مش هتقدر تعيش بالوضع ده مع الضرة ولا مع الزوجة الثانية، فالقاضي بيطلقها طلقة بائنة إذا أصرت على وضعها ده، ولكن بشرط أساسي أن يكون في خلال السنة من تاريخ علمها بالزواج الجديد، عمال أعيدها تاني، أو خلال السنة، لو عدت السنة يسقط حقها تحت أي ظروف في طلب التطليق للزواج من أخرى. لو السنة عدت من تاريخ علمها وثبت علمها اليقيني بالزواج الجديد، المأذون أختارها والإختار وصلها وعندها علم، أو الزوج نفسه أختارها رسميا وعندها علم، أو حررت إقرار لجوزها أنها عرفت وعندها علم، لازم تمر سنة كاملة. لو السنة دي عدت يسقط حقها، ولكن لازم في خلال السنة دي مدة سقوط، في خلال السنة أنها تقيم دعوة تطليق للزواج من أخرى. ده في الوضع اللي هي مش راضية. طب افرض أن هي رضيت صراحة أو ضمنا بأنها تعيش مع جوزها برغم علمها بزواجه من أخرى، هل يسقط حقها في طلب التطليق طالما عدت السنة وهي راضية؟ سقط حقها تحت أي ظروف، لأن دي مدة سقوط إذا عدت السنة. ولكن افرض أنه جوز واحدة جديدة تاني، يعني هو جوز التاني، افرض جوز التالت، بيتجدد لها مدة سنة من زواجه من الجديدة ان تطلب التطليق تاني، يعني بيتجدد حقها في طلب التطليق للزواج من اخرى كلما تزوج زوجها عليها بزوجة جديدة، بيتجدد لها سنة جديدة. انما لا يحق لها بعد السنة انها تطلب التطليق، لانها طالما عندها العلم اليقيني ومرت سنة كاملة على هذا العلم، يبقى هي رضيت بالامر الواقع وعاشت واصبحت حياتها مستقرة بمرور السنة، لا يحق لها طلب التطليق، بيبقى مدة سقوط. طب نفرض ان الزوجة الجديدة بقى ما تعرفش، ما هو الزوج ما اقرش في القسيمة انه متزوج، فالزوجة الجديدة ما تعرفش ان جوزها متجوز واحدة تانية، وظهرها بعد كده او عرفت بعد كده ان هو متجوز قبلها واحدة تانية، من حقها تطلب الطلاق. وهنا بقى دخلنا في بنود كتيرة فيها غش وفيها تدليس في وثيقة الزواج، فيها بنود كتيرة من حقها تسبب الموقف بتاعها وتطلب التطليق برضو لنفس الحالة اللي احنا قلناها، لان السبب ده قائم بذاته في طلب التطليق، ويكون قرار الزوجة هو الفيصل في الموضوع. يعني طالما هي عايزة تطلب التطليق هو قرارها الفيصل في الموضوع، تنزلت عن الحق ده خلاص ما عادش هيطلبه لها. ولكن الكلام ده لو هي قبلت تعيش على الوضع اللي عرفته ده ان متجوز وما قالش وضحك عليها او غشاه وخلاص وعاشت وقبلت الكلام ده، مفيش مشكلة. المشكلة امتى بقى؟ لو الزوجة التانية دي اللي جوزها اصلا متجوز قبل ما يتجوزها ما كانتش تعرف، وعرفت وهي مش عايزة تبقى الزوجة التانية، رفضت الوضع ده خالص ومش عايزاه، هنا بقى بدأت المشكلة. طالما ما رضيتش لا صراحة ولا ضمنا ولا موافقت على هذا الوضع انها تقبل تعيش بالوضع ده كزوجة تانية، من حقها انها تطلب التطليق لنفس الوضع اللي احنا قلنا عليه. وعقاب الزوج بقى، المشرع عاقب الزوج على هنا في ايه بقى؟ في عدم ادلائه بالبيانات في وثيقة الزواج الجديدة. ما هو الدنيا ما هي سايبة كده، كل واحد يعمل اللي هو عايزه وخلاص. المشرع حط بيانات في وثيقة الزواج الجديدة لابد ان يقر بها الزوج
عشان يقدر يغفر الزوجات اللي قبل كده او الزوجة اللي قبل كده عشان حقها اللي القانون شرعه بطلب التطليق في مدة سنة. طب عقاب الزوج ايه اللي ما يدليش بالبيانات بقى الصحيحة او ما يدليش بالبيانات خالص او يدي عناوين وهمية للزوجة اللي قبل كده او زوجته اللي قبل كده، يكتب في اقراره في الوثيقة الجديدة عناوين وهمية عشان المأذون ما يقدرش يوصل لها او الموثق ما يقدرش يخطرها بالزواج الجديد، عقابه ايه بقى؟ الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر او غرامة لا تقل عن 200 جنيه او احدى هاتين العقوبتين. عقاب الزوج اذا ادلى ببيان غير صحيح مثل محل الاقامه غير الحقيقي للزوجه للتضليل في اختارها في الموعد القانوني. بيكتب بيانات غير حقيقيه للزوجه او الزوجات السابقه عشان خاطر الموثق او الماذون ما يقدرش يوصل لها ويختارها، بيضلله يعني. فالقانون عمل عقاب لكده وعقوبه الحبس او الغرامه او احدى هاتين العقوبتين، وبيحق برضه نفس الحقوق للزوجة أو الزوجات اللي قبل كده أو الجديدة إذا كان العلم هنا أو هنا لم يتم. طب الدعوة بقى بتاع التطليق للزوج الأخرى شكلها إيه؟ زي ما تعودنا دايما في كل الدعاوى، الخصوم المدعية الزوجة، وطبعا المحكمة المختصة محكمة موطن الزوجة تحت أي ظروف، اللي هي محكمة موطن الزوجة اللي هترفع الدعوة المتضررة، يبقى المدعية الزوجة بتختصم المدعى عليه الزوج وبتقول واعلنته بالاتي، طبعا بيكتب الاسامي ومحل الاقامه وتقول واعلنته بالاتي الموضوع بتاعها بقى. بتشرح بقى الموضوع زي ما تعودنا وهنتعود في دعوى الاسره، الطالبه زوج المعلن اليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ كذا 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 ودخل بها وعاشرها معاشره الازواج، الا انه وهي ما زالت في عصمته وعلى طاعته وبتاريخ كذا كذا، اللي علمت بيه بقى بالزواج الجديد، تاريخ علمها بالزواج الجديد وبتاريخ كذا كذا، علمت الطالبة اللي هي الزوجة أنه تزوج بأخرى هي السيدة فلانة الفلانية، عرفت بتاريخ كذا أنه اتجوز من واحدة تانية هي فلانة الفلانية، وحيث أن هذا الزواج الجديد بأخرى دون موافقة الطالبة قد أضرها بأضرار جسيمة ماديا ومعنويا، الأمر الذي لا تستقيم ولا ترضى معه العشرة، ذلك الأمر الذي تضطر معه إلى إقامة هذه الدعوة طالبة الحكم لها بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر، وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية بينهما مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وبناء عليه التكليف اللي هو دايما أكد عليه على انتقاء التكليف صح، تكليف بتاع صحيفة الدعوة بيقول أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت المعلن إليه وسلمت صورة من هذه الصحيفة وكلفت الحضور أمام محكمة كذا الكائنة بناحية كذا بالدائرة كذا أسرة ليسمع الحكم بالطلبات اللي أنا لسه قايلها بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية بينهما مع إلزام المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. آدي صحيفة الدعوة التطليق للزواج من أخرى. موضوع التطليق احنا عندنا عدة حالات في التطليق، في الزواج من أخرى، في الضرر لعدم الإنفاق، في الضرر لسوء العشرة، في يعني حالات للحبس وللغيبة، في حاجات كتيرة في التطليق كلها أسباب واضحة ومحددة، ولكن في بينهم خيط رفيع زي ما دايما أقول لازم يكون بنفهمه. وعشان كده أنا تناولت أو قسمت كل حالة من حالات التطليق في حلقة مستقلة عشان نحدد عناصر وشروط كل حالة، لأن هذه الحالات قد تشتبك، يعني احنا عندنا حالات الضرر في
في ضرر لعدم الانفاق وفي ضرر لسوء العشرة، بيضربها وبيسبها وبيشتمها ومش ده سوء العشرة غير عدم الانفاق، دي قصة ودي قصة. وعشان كده انا عملت دي في حلقة ودي في حلقة ونميز ما بينها للضرر الواقع على الزوجة كمان ايه من الغيبة او الحبس، غياب الزوج او حبسه، ومدد محددة القانون حددها، هنناقشها في حين في حلقاتها، لان لسه هنبحث 5 حالات للتطليق وكل حالة لها اوصافها وشروطها. ودي كانت الحالة الاولى اللي احنا بنتكلم فيها الزواج من اخرى، حيث كما اوضحنا يشترط في الحالة بقى اللي احنا فيها الزواج من الاخرى دي، في كل قضية من دعوى التطليق هنعرف لها شروط ونوضحها عشان يبقى كل واحدة او كل واحد فاهم مركزه فين في الدعوة. يشترط عدم علم الزوجة المسبق سواء صراحة او ضمنا، الزوجة ما عرفتش بموضوع الزواج لا صراحة ولا ضمنا، ولا هي كتبت له اقرار بانها موافقة انه يتجوز عليها ولا الكلام ده. عدم موافقتها زي ما بنقول، او موافقتها لا يسقط حقها، سواء وافقت او موافقتش ما بيسقطش، دي شروط الدعوة، لا يسقط حقها في طلب التطليق طالما في الميعاد. شرط اساسي ان ترفع الدعوة خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج باخرى، وان هذه السنة مدة سقوط الحق، اي ان تتم كل شيء خلال السنة لا تنقضي السنة. لو انقضت السنة سقط حقها وملاش حق انها تطلب الطلاق للزوجة من الزواج بزوجة من اخرى، لان كده بتبقى هي قبلت الوضع وقبلت تعيش مع جوزها على الوضع ده. طب الموضوع كده كله على عاتق الزوجة؟ لا طبعا، القانون برضو حط نقط جسيمة على عاتق الزوج. اول حاجة ايه؟ لابد ان يدلي الزوج بالبيانات الحقيقية والعنوان الحقيقي للزوجة الاولى او الزوجات التي تسبق هذا الزواج الجديد. لازم يخطر ويقول كل شيء عن علاقته الزوجية السابقة سواء واحدة او اكتر، بياناتهم واساميهم واضحة وكل شيء عنهم، بحيث ان يتم الوصول لهم بيختارهم بالزواج الجديد. ولهم في خلال السنة دي ان هم يرفعوا الدعوة من تاريخ بعلمهم. ده الوضع اللي بيتم فيه. طيب الدعوة تتداول ازاي؟ الدعوة تتداول زي اي دعوة في المحكمة، زي ما قلنا في الصحيفة كده واحنا بنشرحها، وبيصدر فيها الحكم بالطلبات اللي طلبتها الزوجة بعد ما يتم القاضي يحاول التوفيق ما بين الزوجين لإصلاح البين ومحاولة إقناعها انها تعيش على الوضع القائم. فهي اذا اقتنعت الحياة بتمشي، لو ما اقتنعتش يعني الدعوة بتخلص صلح، لو اقتنعت، ما اقتنعتش بيتمسك بحقها وبيطلقها القاضي طلقة بائنة. احنا هنتناول ان شاء الله في حلقات قادمة ان شاء الله باقي الحالات، كل حالة بمفردها وشروطها وحق وبيان حق الزوجة في هذه الحالات، لان كل حالة تختلف ظروفها عن التانية. وثم سنتبعهم بعد ذلك حالة خاصة وليدت العصر الحديث في المجتمع المصري اللي هي حالة الخلع. وكما اوضحنا سابقا ان حالات التطليق بتختلف عن بعضها، عشان كده بقول دايما راجعوا الحلقة السابقة وربطوا الافكار مع بعضها عشان يحصل ترابط فكري ويحصل فهم وتوضحوا الخيط الرفيع ما بين كل حالة والتانية عشان ما يحصلش فيها تداخل امام المحكمة، وتقدر تثبت حق وطلبات الزوجة وتحصل ان شاء الله على الحكم اللي يرضيك ويرضيها. اعزائي، اتمنى ان اكون قد وفقت، وانتظر ردودكم وتعليقاتكم وكل ما ترغبون فيه على قناتنا على يوتيوب في أنت محامي، قناتنا أنت محامي في برنامجنا المحاماة في ثوبها الأسود. انتظر منكم كل تعليق وكل طلب،
وشاركونا على قناتنا حتى يصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.